السلام عليكم مرحبا بكم في القناه وفيديو جديد اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا مائده افطار مشرقيه 100% اطباق سهله جدا بسيطه وسريعه ولذيذه وصحيه في نفس الوقت غنحضروا واحد العجينه رائعه اكثر من رائعه غنحضروا منها نقسموها على اربعه ونحضر من أربعة ديال التشكيلات ديال الخبز لذيذ دي بزاف وهش ورطب كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه ديال هذا الخبز هذا وجميع الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه ونبداو بسم الله اول حاجه غادي نبداو بها هي تحضير العجينه في واحد القدر كبير واحد الكاس هكذا ديال العبار غنضيفوا فيه كوب معياري ديال الحليب اللي غنسخنو في الميكرووند حتى يدفى مزيان غادي نضيف له نصف كوب معياري ديال الياغورت الطبيعي او الزبادي اللي هو طبعا كيكون بارد حيت كنجبدوه من الثلاجه فغادي نخلطوه مع الحليب اللي كيكون دافي باش نحصلوا على واحد الخليط يكون دافي يعني في حل الماء اللي كنعجنوا به العجينه غنضيف له ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت النباتيه بالنسبة للناس اللي كيسولوني على الكؤوس المعيارية يعني ماشي ضروري هنا تستعملوا الكاس معياري ممكن تستعملوا زلافة صغيرة هنا ضفت ربعة ديال المعالق كبار ديال الدقيق الأبيض الخليط ديال الحليب والياغورت وأيضا واحد الملعقة صغيرة ديال السكر وضفت ملعقة صغيرة وربع ديال الخميرة الفورية غادي نحرك مزيان هاد الخليط هذا حتى تدوب الخميرة وأيضا السكر ويندمج الدقيق مع باقي السوائل نغطي هذا الخليط هذا ونخليه جانبا تقريبا واحد ربع ساعة حتى يتفاعل الخميرة مع باقي العناصر السائلة هنا يعني عندي ثلاثة ديال الزلايف صغار أو ثلاثة ديال الكؤوس معيارية ديال الدقيق الأبيض اللي له نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر أو الخميرة الحلوة وملعقة صغيرة من الملح غنخلط هاد العناصر هادي جيدا حتى تندمج انا غنقوم باستعمال العجانه ولكن طبعا ممكن تستعملوا القصريه وتلكوا هاد الخبز هذا بيدكم ساهل جدا هنايا غنحل على هذا الخليط هذا اللي حضرنا كيف ما تفاعل واختمر غنضيفوا الخليط ديال الدقيق والملح والبيكنج باودر او الخميره الحلوه نشغل عفوا العجانه غتبدا تخلط هذا الخليط هذا بشويه بشويه ضروري نعطيه وقته في الدليك كولاجين وغنكمل بالماء الدافئ غنبدا نضيف بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه ورخوه ولكن ماشي بزاف في الوقت اللي كتعجن فيه العجينه غنحضروا الحمص عندي هنايا كوب من الحمص المسلوق فيه شويه ديال الماء ديال السلق ديالو انا استعملت هنايا الحمص ديال العلبه اللي كيتباع جاهز غنحتفظ بواحد شويه ديال الحمص للتزيين فيما بعد والباقي غادي نضيفه الاله ديال آه ديال الطحن وغنضيف له تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الطحينه وغنضيف واحد الفص ديال الثوم يكون كبير اللي ما كتعجبوش ممكن ينقص غنضيف العصير ديال حامضه واحدة تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار وطبعا غنضيف شويه ديال الملحه الحامض كيبقى على حسب الذوق ممكن تضيفوا شويه وتطحنوا هاد الحمص هذا ومن بعد تذوقوه وتزيدوا على حسب الذوق ديالكم على حسب الحموضه اللي كتبغيو هنا غنحيد هادك العظام اللي كي اللي كيطيح من الحامض وغادي نطحن هذا الخليط هذا جيدا الى بان هذا الخليط هذا ثقيل ممكن تضيفوا شويه ديال ماء السلق ديال الحمص فكنطحنوا حتى كتطحن هذاك الحمص جيدا كيف ما قلت ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون الزيت كتبقى اختياريه ضروري ما نزيدوها ولكن الكميه ديالها كتبقى اختياريه انا هنا ضفت تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار ممكن تزيدوا او تكثروا على حسب الرغبه وغادي نطحن مره اخيره وغنحتفظ بهذا الحمص هذا في التلاجة حتى نبغي نقدمه ون... ونجبده من التلاجة ان شاء الله غنشارك معكم طريقة تزيين الطبق ديال الحمص في اخر الفيديو نرجع للعجينة ديالنا من بعد ما دلكات مزيان غندلكها مرة اخيرة او تقريبا واحد الدقيقة بيدي وغنشكلها على شكل كره ملساء عندي هنايا واحد البول او واحد القدر صغير اللي ضفت له تقريبا واحد جوج جوج نقيطات ديال زيت الزيتون غندوز فيه هاد العجينه هذه باش تدهن مزيان بالزيت باش ما تكونش هذيك القشره وتنشف بحال هاد الشكل هذا ومن بعد غنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها حتى تخمر تقريبا واحد نصف ساعة إلى خمسة دقيقة كتبقى على حسب الحرارة ديال المطبخ إلا كان الجو بارد تقدر تأخذ حتى ساعة ونصف ضروري ما نخليوها تخمر مزيان من بعد تقريبا نصف ساعة ضاعف الحجم ديالها وضروري ما نخليوهاش تخمر بزاف إلى خمرات العجينه بزاف ما كتبقاش مزيانه والخبز ديالنا ما كيجيش زوين كيجي كيتفرتت وماشي زوين في الطعم ديالو ولا في الشكل ديالو فما نخليوش العجينه تخمر بزاف كيف ما قلت في اول فيديو هاد العجينه هذه غنقسموها على أربعة غنشكلو من أربعة ديال انواع ديال الخبز فغنحاول نقسم هاد العجينه هذه الى أربعة ديال الاجزاء الجزء الاول غنحصل اه نعملو منو الخبز ديال البيتا اللي غنطيبوه فوق البوطا يعني ما غندخلوش الفران غنعملهم يعني انا صغيرين بزاف ممكن طبعا تكبروهم او تصغروهم على حسب الرغبه الجزء الثاني غنعمل منه واحد الخبز اللي كيقولوا له البيرس بريد يعني الشكل ديالو عامل في اه فحال الصاك اه هو خبز اه كنظن فلسطيني معروف نشكل العجينة على حسب القطع اللي بغيت هادو هما الكويرات العجينة اللي غنعمل بيهم الخبز ديال البيتا طبعا رشيت الدقيق من اسفل فوق سطح العمل وايضا رشيت العجينة بشوية ديال الدقيق وهنايا كنشكل الكرات اللي غنعمل بيهم الخبز اللي عمل فحال الصاك كيف ما قلت والنوع الثالث والرابع ديال الخبز غنشكلوه على شكل دوائر غنبسطوها أه وحد الجزء من واحد الكميه غندهنوها بالخليط ديال الزعتر والكميه الاخرى غندهنوها بالزبده قبل ما ندخلهم للفران غنبداو ان شاء الله في التشكيل ديال الخبز ديال البيتا اول حاجه غنفرشو واحدة واحد اللوحه او وصله ديال الفران او فوق سطح العمل الى عندنا الكوزينه كبيره واحد القماش ونرشو بشوية ديال الدقيق وغنبدا نطلق في هاد العجينة هادي طبعا ضروري منرشو الدقيق ما من نكتروش وغنطلق هاد العجينة على شكل بيضاوي بحال اللي كتشوفو هنايا من باب التغيير ممكن طبعا تعملوها على شكل دائري الى بغيتو كيف ما قلت لكم في اول الفيديو هذا الخبز هذا كيجي هشيش بزاف ورطب الى اي يلا الى اي حاجه في هذا الفيديو هذا جربوا الخبز الوصفه ديال الخبز فعلا وصفه رائعه بزاف فمن بعد ما غنطلق هاد الخبيزات هادو غنوضعهم فوق القماش اللي جهزت غنغطيهم ونخليهم يخمروا مره ثانيه على الاقل واحد نصف ساعه حتى يبانوا لي الضعف الحجم ديالهم وتنفخوا قبل ما نبدا نطيب فيهم النوع الثاني من الخبز اللي غادي نحضره هو الخبز اللي غيكون على شكل ساك او حقيبه يد غنطلق هاد الكويرات ديال العجين ما نطلقهم ما نرققوهمش بزاف نخليهم شويه غلاظ تقريبا واحد نصف سنتيم غنطلقوهم على شكل بيضاوي غناخذ واحد القطعه دائريه وغنقطع فحال هاد الشكل هذا وغنحيد العجينه الزائده وغادي نشكلو فحال هكا وغنوضعو فوق صينيه اللي عملت فيها بابيو سيلفيريزي او ورق المطبخ غنوريكم هنا مره اخرى طريقه تشكيل الخبز هذا سهل جدا كنشكلوه على كنطلقوه على شكل بيضاوي وكنقطعوا واحد الدائره من الحجم ديال الخبز ممكن نستعملو كاس وكنوضعوه وضعوه في صينية ديال المطبخ أو صينية ديال الفرن اللي كيف ما قلت غطيناها بورق المطبخ بالنسبة للخبز الثالث والرابع غنشكلوهم على شكل دوائر وكيف ما قلت ما نرققوهمش بزاف نخليهم شوية غلاد ونحطهم فوق الصينية هذا هو الشكل ديال الخبز ديالنا غنغطيهم ويخليهم آه نخليهم ايضا يخمروا بحال الخبز ديال البيتا تقريبا واحد نص ساعه الى 45 دقيقه حتى يبانو لي خمروا وتنفخوا طبعا ضروري ما نغطيوهم الخبز ديالنا صافي ها هو خمر وانتفخ الفران انا سخنتو على درجه حراره 180 ضروري من الفران يكون سخون مزيان غندهن هاد الخبيزات هادو ماشي كاملين غندهن آه بعض من الخبز كتبقى على حسب شنو بغيتي يتز... الطريقه ديال التزيين اللي بغيتي تعمل انا هاد الخبيزات هادو اللي غنرشهم بالحبوب غندهنهم بواحد الحبه ديال البيض اللي طربته مع شويه ديال الخل تقريبا واحد ثلاثة ديال القطيرات ديال الخل غندهنهم مزيان بهاد الخليطة ديال البيض والتزيين كيبقى على حسب الرغبة انا هنا غنستعمل شوية ديال السمسم او الزنجلان الابيض كيعطي كي واحد اللون جميل لهذا الخبز هذا يعني شكل جميل وايضا طعم جميل غنستعمل شوية ديال الحبوب ديال الخشخاش ايضا اللي ما بغاش يستعمل هاد الحبوب هادي ممكن يستغنى عليها ماشي ضرورية طبعا او ممكن يستعمل حاجات اخرى في حال الحب ديال الكتان او الحب ديال الزريعة آه يعني تكشي كتير اللي ممكن نزوقو به البيض طبعا كيساعد على ان هاد الحبوب هذه تلتصق بالخبز وما تطيحش من الطيب عندي هنا تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الخليط ديال الزعتر اللي ضفت له الكمية كمية تقريبا جوج معلقة ديال زيت الزيتون وغندهن به تقريبا جوج ولا ثلاثة ديال الخبيزات على حسب آه واش نتوما كيعجبكم هذا الخبز بالزعتر ولا لا كنظن كيسميوهم مناقيش الزعتر والخبز الاخير غندهنوا بشويه ديال الزبده مدوبة. هاد الزبده غتعطيه الطعم اللذيذ وايضا غتعطيه واحد الهشاشه ورطوبه لهاد الخبز هذا من بعد ما جهزت الخبز كامل غندخل الصينيه الاولى الطب في الفران ضروري ما نراقبو هاد الخبز هذا الا بان تحمر بزاف من الفوق وباقي ما طابش من التحت كنغطيوه بورق غنغطيه بورق الالومنيوم حتى كيطيب مزيان ضروري ما نراقبوه غير بان تحمر من الفوق من التحت صافي نخرجوه من الفران ما كياخذش وقت كتير الخبز ديال البيتا ديالنا حتى هو خمر وانتفخ غنطيبوه فوق المقلة التقيلة ممكن طبعا طيبوه في مقلة عادية ديال الطيفال او اللي ما كتلتسقش غنعمل نفس الطريقة ديال الطياب ديال البطبوط غنخلي المقلة حتى تسخن مزيان وغنوضع فوق منها هاد الخبيزات هادو غير نحس بهم شدوا راسهم من تحت غنبدا نقلب فيهم بشويه بشويه يعني كل ثلاثه ديال الثواني اربعه ديال الثواني نبقى نقلبهم حتى يبانوا لي تنفخوا وتحمروا مزيان وطابوا ما كي يخدوش وقت كتير تماما دغيا كيطيبوا كي هاد الخبيزات هادو يصلحوا في حال الا بغينا نعملو ديال الكفته ولا ساندويتشات ديال الطون يصلحوا هاد الخبيزات هادو ايضا الا بغينا نمشيو للبحر ولا للبيكنيك ولا شي حاجه يعني ساهلين كيف ما شفتو وكيجي ولداد بزاف وهشاش صافي الخبيزات ديالي هما طابو غنحيدو من فوق الفران عفوا من فوق البوطة وغنحطهم فوق واحد المنديل يكون نقي نخليهم حتى يبردو نوضع الصينية الثانية ديال الخبز في الفران ونبدا نجهز المائده عندي هنايا شويه ديال الجبن الابيض اللي خليته يستقطر وضعته في واحد الورق في الصفايه وخليته حتى استقطر تقريبا واحد ساعتين ممكن طبعا تستعملوا الياغورت الطبيعي هذا مكون اساسي بزاف طاوله ديال الافطار او ماشي غير الافطار حتى الوجبات الاخرى الطاوله ديال الفطور ولا الغداء ولا العشاء المشرقيه غنوضع شويه في طبيصلات صغار ممكن نضيفوا شويه ديال الخليط ديال الزعتر اللي حضرناه حتى هو كيجي زوين مع هاد اللبنه هذه غنضاف شويه آه غنوضع شويه ديال الزيتون الاسود والاخضر طبعا مع زيت الزيتون ضروري ونبداو في تحضير او تزيين الطبق ديال الحمص هنايا عندي الحمص اللي طحنته معكم آه قبيلتي قبيلاتي غنضيف شويه ديال زيت الزيتون وغنعمل واحد الفراغ في الوسط غنزين بالحبات ديال الحمص اللي خبيت اللي خليت قبيلاتي غناخد واحد المعلقة وغنعملها في الماء ونعملها في البابريكا او التحميرة ونزين بها الطبق فحال هاد الشكل هذا التزيين كيبقى على حسب الرغبه كاينين طرق بزاف لتزيين طبق الاطباق ديال الحمص كتبقى هذه اسهل طريقه وايضا كتعطي طعم لذيذ للحمص بطعم ديال البابريكا او التحميره غنضيف شويه ديال الكمون الكمون كيتواتى بزاف مع الحمص وايضا شويه ديال التحميره من اجل اللون غنقطع شويه ديال الخيار هما معروفين كياكلوا الخضر في الفطور خصوصا الخيار والطماطم عندي هنايا واحد الحبه كبيره ديال الطماطم اللي حيت لها البذور ديالها ولكن ما قشرتهاش غنوضع طبق ديال الحمص في الوسط ديال الصينيه ونزين الاطراف ديال الصينيه باقي الاطباق الصغيره عندي شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا ممكن تستعمل الجبن ديال الفيطه او الجبن العربي الابيض الزيتون الاخضر والزيتون الاسود اللبنه الخيار الطماطم ممكن تضيفوا اشياء اخرى الى بغيتو بحال زيت الزيتون او يعني اي حاجه آه كتعجبكم في الفطور انا غنقلي شويه ديال البيض ايضا غنحطو مع الفطور زيت هذوك الطبيصلات الصغار غير باش نعمر الصينيه زيت لهم شويه ديال الموزاريلا وايضا شويه ديال الخيار وغنزين بشويه ديال زيت الزيتون وضروري الملح والفلفل الاسود خصوصا فوق الخضر بالنسبه للخبز جبته من الفران وخليته حتى برد ماشي برد تماما ولكن يعني باقي دافي هذا هو الخبز ديال البيتا اللي طيبناه فوق الصينيه ديال الفرن الصينيه فوق البوطه هذا الخبز اللي طيبناه في الفران اللي زيناه بالزنجلان او السمسم والحبوب ديال الخشخاش او البافو وايضا الخبز اللي نسمناه بالخليط ديال الزعتر والزيت الزيتون والخبيزات اللي دهناهم بالزبده فقط حتى هما كيجيو ولدات بزاف خصوصا الاطفال الصغار اللي ما كيعجبهم ما الخليط ديال الزعتر وهذه هي المائده ديالنا طبعا حضرت شويه ديال اتاي بالنعناع او الشاي بالنعناع كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم منه وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات هذه وتنال الاعجاب ديالكم وتعجب ايضا العائله ديالكم وليداتكم نقولكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم